السيدات والسادة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من نبض بلد. أردنا أن نقدمها مرارا وترددنا في ذلك. اليوم نشارك رؤية فرحة الخمس سنوات ونجرد حساب خمس سنوات من عمر برنامج نبض بلد، هذا برنامج الذي نأمل أن يكون قد حظي بثقتكم ومتابعتكم. شرف كبير عظيم لنا أن نلتقي اليوم مع جمهورنا الكريم، متابع وإياكم خمس سنوات من عمر هذا البرنامج. عمل كبير، فريق شبابي، تحمل للمسؤولية، متابعة للحدث، دقة في المتابعة وما بعد الحدث. فريق نبض البلد بصغر حجمه إلا أنه عمل، حاول، تعب وحرص على أن يكون مرآة ما يحدث بالتحليل والصورة والكلمة. نعم، أصاب وأخطأ، ولكن محمد عندما نقيم خمس سنوات هي سنوات ليست قليلة وتجربة ليست قليلة. نعم، خمس سنوات حقيقة مروا كأنهم يوم أمس، وبرنامج يومي يحتاج الكثير من المتابعة. وأنت دكتور تاريخ، نعم، عشان نكون صريحين، ماذا يعني لك هذا البرنامج اليوم؟ ماذا يعني لك نبض البلد اليوم؟ يعني أهم شيء أنه جزء أساسي من انتظارات الأردنيين مساء، عندما تصبح في توقيت الأردنيين فأنت تكون قد نجحت. نعم، هذا أهم شيء بالنسبة لي. يعني منذ انطلاق الربيع العربي ونبض البلد يحاول أن يكون مع الحدث، هو تاريخ لأهم الأحداث ولأهم ما مر به الأردن والمنطقة. بدأ البرنامج بأربع حلقات أسبوعيا، وفي السنتين الماضيتين بدأنا وأصبحنا على خمس حلقات ثم ست حلقات، وهذه الحلقات استمرت، والله يستر ما يصير برنامج نبض البلد سبع حلقات في الأسبوع. شو رأيك؟ يعني هو يصير سبع أيام مش مشكلة، بس المهم أن يكون في حدث، لأنه أحيانا قد لا يكون هناك حدث. والربيع العربي يعني والحركة النواب والمجتمع والعواصف والثلوج يعني أوجدت دائما حراك وركاب جدد في حلقات نبض البلد. عشان ما نخفي سر، احنا كنا نحضر مرات حلقة بكرة وبعده 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 وهكذا وهكذا وهكذا، وخلينا نكسب فرصة ونقول مرة واعذرونا على التأخير، كل عام وانتم بخير جميعا، وإن شاء الله سنة خير على الجميع. لو ان عيدنا يوم الخميس بس مش مشكلة، برضه بنعيد كمان مرة. احنا بنقول يخلف على الضيوف محمد اللي كانوا يجوا دائما ويقصروا معنا يحضروا وشرف. طبعا حقيقة لا نعلم إن كنا عند حسن الظن وكنا عند حسن الطالع، تزامن انطلاقة رؤية الفضائية مع اندلاع ما يسمى بالربيع العربي. من هنا كان على برنامج نبض البلد متابعة الأحداث البؤر الساخنة على الساحتين العربية والمحلية، نتابع سوية. ثورة
محمد، يعني للأسف بما أنه نحكي عن التاريخ وتثبيت الوقائع، ما كنت معكم من البداية، كان الزميل القدير الدكتور محمد الحباشني حاضرا في هذا البرنامج، ونمسي عليه بالخير وعلى الأخوة المشاهدين اللي تابعوا في بداية هذا البرنامج. نشاهد بعض الحلقات ربما من هذه أرشيف الدكتور محمد الحباشني آنذاك حين كان يقدم برنامج نبض البلد. بعد فترة طويلة من احتجاجات سلمية ومحترمة وحضارية جدا، انقلب إلى عنف. هل تعتقد أنه هذا العنف هو عنف تلقائي أم عنف منظم؟ أعتقد أنه البنت اللي تواجدت، مثلا بنتنا اللي تواجدت في ساحة الداخلية على سبيل المثال، وتحمل على الدولة في أنها شاهدت، والصحف كتبت أنه هل هي هذه مداخل لتعليم أبنائنا الديمقراطية؟ أقول أن الديمقراطية والحرية مرتبطة في الوعي الدستوري، وأقول مرة ثانية أنه ضبط النفس لابد من أن يبدأ في التعليم على الحوار الهادي والهادف في المدارس. إنما المشاهد الآن في قذف الحجارة من أعالي المباني المرتفعة على الناس، هذه فرصة مناسبة، موسم. وأعتقد أن هذا التغيير الغير مسؤول لا يؤدي إلى الهواء. هذا هو المشهد سمو الأمير، فعلا مشهد هذا ليس له علاقة بحوار أو رأي آخر، ولا يمكن وصفه بوصف يعني جميل. أنا أؤمن بالخلاف الذي لا يذهب للموضوعية قضية، ولكن ما هو الموضوع؟ أين الموضوع هنا؟ لا نرى هذا الموضوع. يعني كان مفروض أنه خلاف سياسي في أو خلاف في وجهات النظر، المشهد الأخير فقط لتشخيصه، ولكنه في لحظة من اللحظات انقلب ليأخذ شكل قد أستطيع أن أقول أنه إقليمي. أعتقد أن ذلك أمرا واضحا، لما نتحدث عن أبناء الجنوب يأتون بحافلات إلى العاصمة، عندما نتحدث عن مجموعات من البشر تنتقل هنا وهنالك، ومن ثم تتحرك مظاهرة احتجاجية في البقعة والأخرية، حتما هنالك من يستطيع أن يكبس زر ويحرك هذه المجموعة أو تلك. تحية تقدير وحب واحترام للدكتور محمد الحباشني، ويعني كل احترام لكل ما قدم لنبض البلد، وهو كان لمسة هامة وجزء هام من انطلاقة برنامج نبض البلد، ولا يزال حقيقة في قلوبنا جميعا. كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور محمد الحباشني. بالتأكيد محمد، هاي مسيرة البرامج الطويلة والمستمرة، أن يكون فيها من هو موجود في البداية ومن هو موجود الآن، ومن وقد لا نكون أنا بالنسبة لي موجود في أو أنت في زمن ما من هذا البرنامج، هذه سنة الحياة. لكن منذ بداية محمد البرنامج كان أمام نبض البلد تحدي كبير، هو المهنية الحيادية. وأنا بتذكر أول مرة أجيت على برنامج قلت لي إلا الحيادية، دير بالك كل شيء ممكن نسمع فيه إلى الحيادية، وبعدت عني حلقات معينة خوفا من مواقف سياسية ربما كانت تتخذ، مقالاتي بكتبها الصبح في موقف، المساء بدك تطلع في موقف ثاني محايد، صعب تكون الصبح طارح موقف والمساء بدك تكون محايد. أكيد. أنا بشكرك على صراحة دكتور، وأنت بالتأكيد إضافة مهمة جدا، وتشرفت بزمالتي لك خلال هذه السنوات الأربع الماضية. وخلينا نحكي بكل صراحة، برنامج نبض البلد حرص منذ الانطلاقة على الحيادية بأعلى درجاتها في ظل مناخ مليء بالاستقطابات
نجحنا أن نكون منبر لوجهات النظر المختلفة بصورة ودية. وبدي أعترف أنه كثير كنا نتغلب بجمع وجهات النظر المختلفة على الهواء مباشرة. حرصنا دائما أن نقدم نبض بلد بصورة البرنامج الخلاق المعتمد وغير معتمد على استعراض المتناحرين في وجهات النظر رغم اختلاف المواقف. نتابع سوية. ما هي أسس هذه الرؤية وكيف يمكن أن تقدمها للأخوة الجمهور؟ شكرا لرؤية لاستضافتي في هذا البرنامج، وأعتقد أن الموضوع هام، وأيضا الموضوع أكبر من كلمة اللامركزية لوحدها، لأن اللامركزية هي أحد الأساليب للوصول إلى حكم أجود وأحسن في البلد. أن ما عرض في الورقة وما تفضل دولته بعرضه علينا في هذه الأمسية الطيبة يستحق قراءة متأنية ويستحق مزيد من النقاش ومزيد من الحوار، ولا بد بطبيعة الحال لصانع القرار أن يطلع على هذه الورقة. نحن عقدنا مؤتمرات وحوارات ونقاشات ربما لمواضيع أقل أهمية بكثير مما أتى في هذه الورقة، فأنا أظن أن أمامنا شيء مهم يمكن البناء عليه ويمكن إغناؤه بالحوار والنقاش من كافة الأطراف. هذا الأمر يطرح الآن في وقته، جلالة الملك ومن الأيام الحكومة السابقة والحكومة الحالية تحدثوا عن تنمية المحافظات. صحيح. ولا يمكن أن تتحدث هناك صندوق عن تنمية محافظات وهناك صندوق، نعم، دون وجود الأذرع الإدارية والتنموية لتنمية المحافظات والقادر على تحديد الأولويات. أنا بعتقد أن المشروع اللي تفضل في دولة أبو سامر هذا وقته وهو متأخر كثيرا عن الفترة اللي كان أن نذهب بها إلى اللامركزية. إذا كان في خلل ما أثناء وجود الثروات بأيدي الأردنيين، انه اذا فشلنا في ادارتها مثلا او كانت خيرات الشعب الاردني نبيحها خلاص تخلص منها، يعني اذا كان طفلك عنده مرض ما لا سمح الله عصي على العلاج بتتبرى منه يعني، ولا ايش شو بيكون الاجراء؟ يعني انتقلنا من حاله من زي ما بيقولوا من تحت المزراب للدلف او من الدلف تحت المزراب، يعني هذا هو القرار السليم، هذا هو الكلام السليم. احنا الان علاج حاله اقتصاديه لم يبقى إلا منفذ الضمان الاجتماعي، أموال الأردنيين، تحويش العمر الأردنيين الآن هي وسيلة حل مشكلة الحكومة. بس أخي أدهم أنتم تطرحوا والله إن الهوية. والله لا جيد بس أنا إلك ساعة أنا ما قطعتك. أنت بمقالاتك تطرح مسألة الهوية. طبعاً لا جيد الهوية طبعاً لا مش بس اقتصادية، في مشكلة بتنمية تنمية المحافظات. يعني لاحظ بأنه السقوف ترتفع إذا بقي في سقوف أصلاً في المحافظات المهمشة. في محافظات التي هي كانت خزان الولاء اللي تحدثت عنه، هذه مسألة مهمة. النظام الآن يعني زي ما حكيت أنت يبدو أنه استعان بصهاينة حقيقيين، صهاينة الداخل لداخل البلد. النظام لم يستعين، في قوة دخلت يا أخي في كل مرحلة. كيف يسمح لهم يدخلوا يا أخي؟ عبود سالم أجا من العراق وأصبح قائد سلاح الجو، في قوة دخلت، هذا وطن بطبعه. كيف يسمحوا له يدخل أخي أتهم؟ هذا وطن طيب بس أنا في إشارة أسمح لي. تكوينه عروبي قومي يحتمل كل إنسان، عروبي وقومي يستضيف كل إنسان. لا يعني أنا ما بقدم لك حالة إيجابية. لا بس أنا أحكيك شغلة بسيطة، أنت أشرت لنقطة مهمة جدا يا أخي. توفيق أبو الهدى في بداية تكوين الدولة كان في الدرزي، كان في الشامي يدخل. طيب. أنت بتعرف أنه هزاع المجالي أول رئيس وزراء شرق أردني في تاريخ الدولة الأردنية. طيب رشيد طلع. هذا وطن بتكوين يحمل رسالة يعني عربية إسلامية. الحكومة ما أخذ الضوء الأخضر مجلس النواب شو ما بدها تعمل سيدي. أنا بس بدي يعني أنا بحاول إنه ما أدخل بجدال مع أحد الزملاء، بس والله ما نحكي إنه اتفاقية وادي عربة أخذت على حين غرة. والله ما نحكي إنه اتفاقية وادي عربة شيء يعني نفخر فيه وهي ليست لمصلحة إسرائيل ومصلحة الأردن. ماذا استفدنا من اتفاقية وادي عربة؟ ماذا أعتقد إنه لا المياه لا الحدود لا اللاجئين، شو اللي استفدنا؟ أعتقد يا سيدي على مستوى الشيء، وأنا بعتبره موضوع معنوي وبسيط اللي هو الوصايا على المقدسات، الآن بدهم يصوتوا فيها بالكنيسة. ما هي اتفاقية وادي عربة؟ اتفاقية وادي عربة اتفاقية خنوع، اتفاقية تنازل بالمياه ما التزموا، واللاجئين وما حل المشكلة، ما حل أنا بأكد ما هي اتفاقية وادي عربة؟ حقوقنا كاملة، هاي الخبراء في المياه بسمعوني،
مياه اليرموك يا سيدي لا مياه اليرموك لا يا سيدي لا يا سيدي لم يتم احترام اتفاقية وادي عربة فإحنا بلاش نروج إنه اتفاقية وادي عربة اتفاقية الخنوع هي لمصلحة الأردن وليست لمصلحة إسرائيل معناته إذا يعني مفروض إسرائيل تطالب بإلغاء اتفاقية وادي عربة مدام ولديها الإرادة أضعاف مجلس النواب الأردني إنها تلغيها في هذا الضعف والخنوع العربي وما بعد ما بدأ إذن أنت تؤكد العربي. أنه يوجد لدينا ضعف وخنوع العالم العربي إسرائيل. ممثل أولا في المجلس النواب الأردني إسرائيل تسعى إلى الخلاص من هذه الاتفاقية أنت تؤكد على وجود ضعف وخنوع ووجود الاتفاقية السلام لإسرائيل هي محكمة بعدين ما نضلنا نحكي عن لا نريد مزيدا من الأزمات شو لا نريد مزيد من الأزمات بعد فاصل قصير سنواصل حلقة الليلة الحلقة الخاصة من نبض بلد ابقوا معنا محمد انت كنت يمكن انك تحكي البرنامج المعتدل وليس المعتمد طلعت معك المعتمد هو المعتدل الحرص الاعتدال الاعتدال كان واجب سيدي الوسطية كما يقولون لكن مو دائما كانت تزبط معكم ربما يعني في مرات ما كانت تزبط يعني بدها تزبط ولا ما تزبط بس في النهاية لازم تطلع الأشياء نشوفها حزب سياسي حقه بكل شرعية يعني أنا طبعا حقه. على الحزب السياسي إما أن يكون قريبا من السلطة أو جزءا منها وإلا بفقد مشروعيته كحزب هذا حكي وأنا يعني لطيف انك بتسمعوا بهذه الجرأة السياسية الواضحة لانه بالعادي دائما هم ما بيحكوا عنك اول مره بنسمعه نحن نتحدث باستمرار عن اننا نبتغي اعطيك دوري لا يعني تفضل يعني انا ما بقاطعك رغم انه يستوجب كثير المقاطعه انت توجه اتهامات يا اخي عمر انا ما بتحدث بشكل سياسي انا مهندس بادي انا بتحدث بشكل اتهامي عن اتهام الاخوان بمغارة الغرب هذا اتهام ما بيصير هذا اتهام هذا سياسي تحدث عن سياسي تغيرت تحالفاتكم هذا مش صحيح طيب مهندس بادي أرجوك أنت اللي بتقول لي صحيح ومش صحيح الذي غير تحالفات يا رجل ولو تسمع مهندس بادي واتخذ من حزب لحزب ومن فصيل لفصيل ونقل بندقين هنا هناك واحد زيك بغير احنا بغير لا تتهم لا تحقق لا تحقق الحركة الشبابية أرجوك سيد عمر لما تقول لي تحرك الحركة الشبابية وتسوي إشاعات مغرضة عليك أن تجيب أنت من يحركك أنت من يحركك يا سيد عمر سيد عمر أنت تنطلق من قناعاتك أن يحرك جهاز أمني مثلاً أستاذ عمر أرجوك عمر اسمع فهمك إلا أنت بحاجة نسمع أنت بحاجة أنت بحاجة إلى تأهيل قبل أن تدخل إلى أي استوديو لأنك بدك تتهاوش أنت والشخص اللي بالك لا يا سيدي اسمعني زي أنا مؤهل رجاء أنا مؤهل تزاود علي أنا كاتب وباحث ولست في صدد الدفاع لا تتهمني وأنا قادر على اتهامك بالمثل أنا أريد أن أفهم هذه الرسالة إذا أنت تتهمني بأننا محركين فأنت أيضا متهم وعليك أن تجيب من الذي يحرك سأفتح لك المجال لترد الجند الأردني قاتل في فلسطين الجند الأردني في باب الواد قتل 500 واحد والجند الأردني لسه أضرحته في فلسطين ما في شاهدي أخي لا تزود علي أنا ما بزود عليك لا أنا بزود أنت بتحكي أنت بتحكي أنت بتحكي بنصبكم أنت بتحكي أرجوكم دكتور هاشم دكتور هاشم دكتور هاشم سعد الهادي دكتور هاشم اسمح لي دقيقة اسمح لي دكتور سعد الهادي دكتور هاشم طيب أنت اللي بتحكي اسمحوا لي ضيوف الكرام سعد الهند اللي بحكم دكتور هاشم انت اللي بتحكم دكتور هاشم انت بتحكم الجيش سعد الهند ارجوكم فاصل قصير مشاهدينا ونعود اليكم لكل شخص في اي هيئه ان يصوت بوجهه نظره وقناعاته اي اذا تفرض على 120 واحد صوت بنفس الطريقه على الجميع اسمح لي بدك تفرض يا استاذ خليل ما بفرض حدا على شو بتقول لي ما بفرض حدا اسمحوا لي كيف شو احتجاجك انت احتجاج انه بصيرش واحد على الجيش لما مجلس رئيس الوزراء ما هي تفضل اين احتجاجك هذاك عشان هو مش ليه لا 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 بتهمه هلا مش انا العتب على اتهموا الوزير ولا بتهموا رئيس الحكومه طب اليس هذا رايي يا استاذ خليل سيدي تفضل في عليه تهم من وين جايبها يعني ليش بتسميه منتفع يعني انت لما كنت عايز دمشق وتاكل وتشرب وتنام ما كنتش منتفع منتفع يا سيدي استاذ لما استاذ عمر الله يخليك كمان يا استاذ عمر يا استاذ عمر ما بتطلع لك اذا بدك احدد لك منين عم انت بتجيك وشغلات بعدد لك انا بزياد بعدد لك انا جاهز صفحه مكشوفه بيضاء وانا جاهز كل من يقف مع طب فندو بالادله مع فندو بالادله السوري هو متآمر
كل من يعتصم من أجل طرد السفير معناته هو بالضرورة لا يعتصم من أجل طرد السفير. دعوة مشبوهة. طرد السفير السوري دعوة مشبوهة. الأولى أن تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وليس السفير اسمح السوري. اسمح لنا أستاذ عمرو تفضل. مجتمع مختلف. أصحاب رأي أنا أصحاب رأي ماشي. طيب. أنا 2000 مظاهرة ومسيرة صارت خلال الأربع أخي الكريم إذا أنا بدي أقول لك شغلة. هل تسمح للمتظاهرين بالتظاهر سلمي أن يحملوا خناجر وسيوف؟ لا لا لماذا أحمل. لماذا الطرف الآخر يحمل سيوف؟ سيوف والله العظيم أنا شاهدت بعيني. الجمعة سيوف. تحمل وخناجر تحمل. لماذا يعتدي هؤلاء الناس على 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 المعتصمين والأمن ينظر ويشارك معهم؟ لما هل هذه نوايا إصلاح؟ لماذا يهرب خالد شاهين والشعب كله؟ لا بعرف نقطة هاي نقطة. نرجع لا لا نرجع نتكلم على نقطة مهمة جدا. ليش الشعب أنا كله؟ أعتقد مش القضية الأساسية أنا مش يتحدث كل الشعب يتحدث عن مكافحة الفساد. موظف في ال في ال في الرأي يجب أن تقوم بواجب وظيفتك لا بأس، لكن أنت مسخر. ليتك انتقد النقد شيء والهدم شيء آخر. لو كنت في الحركة الإسلامية لا أكون مسخر. لا لا, لا أقول لا ما أشاء. أن تحمل فكر إذا ولا إذا تحمل إذا وظيفة. كفرد لي موقف من جماعة كبيرة لا لا هذه شجاعة من تسخير. أنا الوظيفة لا يحميني أحد سوى قلم. يبقى قناعتي لا قلمك أنا مسخر سيال كتبت عن الفساد عشرات المقالات ودعوت للإصلاح في عشرات المقالات. لا 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 عن الفساد تحديدا. والله يا أستاذ عشرات أنتم لا تقرؤون إلا من كان معكم. لا لا بقرأ لا أريد أنا وياك والمشاهدين اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أنا مش يهودي ولا نصراني. لا تعترفون إلا بمن كان تحت عباءتكم أنا مسلم أو من كتب بأقلامكم. أرجو لا تحترم النصارى. أنا بحترم الأديان. أنا متدين. أنا إسلامي متدين لكن لست في جبهة العمل الإسلامي. وأنا أرى أن هذه لا تستطيع أن تكون لا لا قدراتك السياسية غير قادرة على أن تكون في حركة. لطفا لطفا قدرات السياسية غير قادرة. نعم نعم غير قادر. على ماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أنت مش عربي أنت اللي بيحكي الكلام هذا ليس بعربي. يا زلمة انت بس لو سمحت. يا زلمة انت بعربي. يا زلمة انت ما بتحطني عربي اذا بسمح. انا بقول لك من يقول هذا الكلام. انا احكي كلام منطق. اذا بدك اياها شخصيا خلينا نحكي شخصيا. لا. لا من يقول هذا الكلام. لا احكي الصح. من يقول لا. انتو ما بتكون صح. ولا له علاقة. لا يا دكتور. يا استاذ احمد. انتو ما بتكون صح. هناك قادة الميدان العسكري الان هم ايرانيون. ومرتزقة ايران وحزب الله هم من يقاتلون. وميليشيات المالكي. الحرب في سوريا طائفية طيب. والنظام لا يدير شيئا. الحرب وجلاء سوريا آمنة. ليس الطائفية الجيش العربي السوري 78% سنة 78 دنيا سنة. هناك دخل حزب الله في سوريا ليدافع عن لبنان وليدافع عن سوريا قائد وليدافع عن سوريا تحالف عسكري استراتيجي. اعطيني قائد سني سوري. تحالف عسكري استراتيجي بين دمشق وإيران عمره 36 سنة عمره. كيف تقول ان هناك ميليشيات وجيش العرب السوري الجيش العرب السوري اللي اسقط العراق اسقط العراق بال 2003 المالكي عربك اسقطت العراق لا. عربك تآمرت على صدام حسين عربك تآمر عربك اللي تفقت لهم انت كل شيء له جمهوره بس برضه نجحنا في استضافه حقيقه شخصيات هامه خلال عمر هذا البرنامج وخلال تاريخه نتابع سويته برضو ما أجبتني عن سؤالي أنا بدي أرجوك رح مضطر أرجع إليه ما هي النصيحة؟ ماذا كانت نصيحة الأجهزة الأمنية لدولة الرئيس عندما قال أريد أن أتخذ قرارا برفع لا الأسعار لا 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 إذا ما اتخذ قرار كيف سيكون رد الفعل؟ هذا مش هاي طريقة الحوارات هذا طريقة الحوارات مش شيك مش شو قال كل جهاز هذا ما إله علاقة بالهواء لحظة صغيرة هذا ما إله علاقة بالهواء أنا بس بقول لك كيف يأخذ القرار ويكفيك هذا وليس من حقك الاطلاع على أكثر من هذا يكفي أن أقول أنني أستشير دولة الرئيس بمجرد أن وضعنا سؤالا للحلقة على صفحة البرنامج على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي مختلفة ماذا تريد أن تسأل دولة الرئيس؟ لم يكن هناك خلو لهذا السؤال والإجابات عليه من النكات السياسية والتي تعبر عن أسلوب جديد في الاحتجاج الكل قال أن دولة الرئيس ذهب ليرفع أستار الكعبة ماذا تقول؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأرفع مدام القضية قضية رفع احترامي للمشاهدين وعلى رأسهم جلالة قائدنا وحفظه الله سبحانه وتعالى الحقيقة أنا كما تعلم عائد من الحج وطاردتني إلى هناك الفكاهة الأردنية الحبيب الغالي علينا وأنا سعيد أنه طريقة التعبير عن الرأي في الأردن أضيفت لها أداة جديدة ذكية ولماحة وسلمية
وهي الفكاهة، والفكاهة عميقة جدا على فكرة، هي ليست تضحك وتسلي لكن هي لها دلالة وبتدل على بماذا تفكر الشعوب وعلى نبضها، وأنا أخذها مصدر من مصادر اهتمامات الناس. عدنا إلى الموضوع أن الحكومة لا تستطيع في غياب البرلمان أن تصدر إلا قانون ملحق موازنة على سبيل المثال، اللي هي النفقات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها، وهذا أمر يعني زي إيش مطلوب. نفقات طارئة يمكن يعني كمثال يا سيدي، بيجيك إيراد مثلا، أو بيجيك نفقة مثل تعييدة الموظفين 100 دينار الأخيرة، مش هذا إنفاق؟ بده قانون. وهو الأصل كمان الحقيقة، الأصل أنه لا يتم الإنفاق إلا بقانون، فلازم يطلع القانون سابق للإنفاق، مش تنفق بعدين تلحق بقانون، إذا بدنا نأخذ الصيغة الدستورية صحيح. بس الأهم من ذلك، الأهم من ذلك يا سيدي، أنه لا يوجد الآن في دستورنا، وهي كانت صلاحية من صلاحيات جلالة الملك، إجراء تأجيل الانتخابات إلى أجل مسمى. أمامنا برنامج حافل، و هذا البرنامج يتضمن مشروعات قوانين مهمة، هي قوانين الإصلاح السياسي، هذا بالإضافة إلى ما يقوم به المجلس من أعمال رقابية على أعمال الحكومة، ومن تحقيقات ومن استفسارات وأسئلة واستجوابات، كل ذلك يأتي ضمن سياق هذه الدورة. هل 6 أشهر عفوا يعني تعطي مجال أفضل باعتقادك؟ أكيد 6 أشهر يعني كانت مهزلة، موضوع 4 أشهر الصحيح، هي أصلا في الدستور القديم في 52 كانت 6 أشهر، ويجوز تمديدها بإرادة ملكية 2 إضافيين أو شهر، الآن أصبحت 6 أشهر ويجوز تمديدها 2 إضافيين، هذا يعطينا مكنة أكثر لجعل الحكومة تحت الرقابة البرلمانية، لأنه في خارج الدورة العادية تقريبا تصبح الرقابة غير فاعلة عمليا، أما أثناء الدورة فتكون الرقابة واقعية أكثر، وتكون الحكومة تحت ضوء ورقابة مجلس النواب. لدينا حقيقة قوانين الإصلاح 4 الناتجة تقريبا عن التعديلات الدستورية، قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، قانون الهيئة العليا المستقلة للإدارة والإشراف على الانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية. وعندكم الموازنة، والموازنة الآن يعني قاربت اللجنة، بعتقد يعني في غضون 2 أو 3 إن شاء الله تنهي عملها اللجنة المالية وتقدم تقريرها للمجلس لعرضها على مجلس النواب، وسيكون هنالك كما تعلم وكما هي العادة يعني خطابات ماراثونية، يعني كل النواب بحبوا يحكوا في الموازنة ويحكوا رأيهم ويعرضوا مطالب مناطقهم و يعرضوا أيضا احتياجات أولويات نقدهم أو إثناءهم على الموازنة. العلاقات مع إسرائيل شهدت مخاضا طويلا في الفترة الماضية، وسؤال الأبرز اليوم أنه سفيرنا في تل أبيب رجع ولا لسه؟ لا، موجود في عمان، نحن استدعيناه للتشاور. الموضوع ليس مخاض في العلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب حادثة معينة، هو كان حقيقة تسلسل لأحداث، وخاصة فيما يتعلق في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور جلالة الملك خادم للأماكن المقدسة وصاحب الوصاية، وهذا نصت عليه معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وكذلك الاتفاق التاريخي بين جلالة الملك المعظم والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين عام 2013 على الدور استقلال المملكة. وأرحب بضيفي الكريم دولة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، أهلا بك دولة رئيس، شرفت بحضورك. وبكم يا سيدي دولة رئيس. نحتفل اليوم بعيد الاستقلال، وبعيدا عن الاحتفالات والشعارات، الدولة الأردنية مرت بمراحل متعددة وصولا لهذا العام، وشهدنا مطبات وتحديات عديدة كادت أن تؤثر على استقلال المملكة، والسؤال الشعبي منه ما هو معلن ومنه ما هو غير معلن، كيف وصلنا اليوم إلى دولة آمنة مستقرة تحديدا في ظل إقليم ملتهب عبر التاريخ وليس فقط في هذه الفترة؟ ضيفي الكريم عضو مجلس النواب ورئيسه السابق سعد هايل السرور، أهلا بك معليك، شرفنا بحضورك، كل عام وانت بخير. الحديث عن قانون الانتخاب لعله أخذ ويأخذ أكبر حيز في إن كان في الصالونات السياسية أو في المنتديات الشعبية أو في أحاديث عامة الناس، لأنه هذا قانون
يهم كافة أفراد المجتمع الأردني. بعد فاصل نتابع الشأن العربي في نبض البلد. نبض البلد حريصة دوما على أن يكون مع الحدث اليومي ضمن الحرص على أن يعكس الواقع، يعكس واقع الأردنيون. كنا نتساءل أيضا دائما عن انعكاسات هذا الواقع العربي على الشأن الأردني. حتى موضوع اليابان أنا أظن أنه قد لا يكون هو رقم واحد، لكن الأردن تربطه باليابان علاقة، وبالتالي إذا كان في صفقة شاملة تشمل الطيار الأردني زائد المحتجز الياباني زائد أي أمور أخرى، حتى الطرف الآخر لن يكون يعني يجعل دائرة نصف قطرها فقط ساجدة، لكن ممكن أن يوسع. الولايات المتحدة قدمت 5 من كبار قادة طالبان، نظير جندي أمريكي معتقل لدى الحركة في أفغانستان، وهذا الحكي عمره أشهر قليلة، وتم التبادل في الدوحة كما تذكرون. فرنسا دفعت 25 مليون دولار يعني لنظير مختطفين لها في مالي، إيطاليا دفعت 12 مليون دولار. إن شاء الله سيبقى النبض قائما. تسلم يا سيدي، شكرا. أما بالنسبة للقدس وكثرة ضغط قد ولد الانفجار، والذين انفجروا هم من المواليد الذين وجدوا على ظهر الأرض ما بعد اتفاقية أوسلو. 28 يوما من استهداف الأطفال والمدنيين، 28 يوما والعالم يرقب غزة تقصف، والعالم يرقب غزة تقاوم، والعالم ينظر إلى غزة وهي تحقق نصرا لمقاومة أثبتت على أرض المعركة أنها لن تسلم أو تستسلم في ظل صمت عربي قل نظيره، وضرب لكل الأعراف الدولية، وانتهاك لأبسط حقوق الإنسانية. قصفت غزة وسجد شيبها وشيابها، وانتشل من تحت الأنقاض جثث نسائها وأطفالها. ضربت لنا غزة العزة مثال الصمود، مثال الشجاعة، بدءا من حي الشجاعية الذي شهد مجازر لآلة فتك همجية، وليس انتهاءا بقصف وضرب واستهداف من لجأ إلى المنظمات الدولية في غزة المحاصرة والمحاربة دوليا وعربيا. غزة اليوم تنزف وتزف الشهداء، الدماء تبكي المآذن المدمرة والمساجد والكنائس المستهدفة، فلا أمن ولا أمان أينما كنت أو ذهبت أو استلقيت في غزة. لن تهنأ ساعة دون سماع دوي انفجار هنا أو هناك، ولن تتحقق أنك في غزة وبين أهل غزة إذا لم تكن الدماء ما يعبد سير خطاك بين أزقتها وشوارعها، بين مدنها وحاراتها، بين خزاع المنكوبة وبيت حانون المسوى بالأرض، وخان يونس الذي أفقده القصف ملامحه ووقف شامخا بأهله واثقا من أنه بهم ومعهم عائد للحياة. قدمت غزة، وما أكثر ما قدمت غزة، وما أنقى مما قدمت غزة. آلاف الجرحى، آلاف الشهداء سقطوا منذ بدء العدوان الاحتلال على القطاع. الدمار في كل مكان، أحياء سويت بالأرض، منازل هدمت على رؤوس قاطنيها، والجثث تناثرت هنا وهناك. لا رقيب، لا حسيب، لا مدافع، لا مناصر، وحدها غزة، وحدهم أهل غزة، وحدهم أهلك يا فلسطين. من واجهوا بربرية هذا الكيان الغاصب الغاضب بعد أن أفقد كبرياءه وجبروته ومرغ أنفه على مشارف تراب أرض غزة. مقاومة الرجال برهنت على قوتها وحضورها وعزتها، فحققت الانتصار تلو الانتصار، ورفعت هامات فلسطين واسم فلسطين عاليا خفاقا صارخا بعزم وقوة. نحن هنا لا نسلم، لن نستسلم مهما فعلتم ومهما ارتكبتم من مجازر تستهدف النساء. نحن شعب الجبارين، وسنمرهن للعالم كله. برغم الدم صامدون، عازمون، متأكدون أننا لشوكة العدو كاسيون، ولأسطورة جيشه محطمون. دمع الرجال هز النفوس، صوت النساء أدمى القلوب، دم الأطفال شل الألسن. ولا ناصر لغزة، ولا صلاح لغزة، لا عزة إلا بغزة.
فتحية لك يا غزة العزة، لك الله يا غزة. وأيضا الشأن المحلي محمد، وكان من غير السياسة لكنه كان حاضرا عندنا في كثير من الموضوعات. نعم، لم يقتصر يوما على السياسة فقط، هو طرح عدة مواضيع منها الجانب الاقتصادي الاجتماعي الشبابي وحتى الرياضي. نتابع سويدا. الفشل هو الذي يهدى وليس إنجازا. يعني أتوقع أن يعني الأصوب أن يكون الفشل أهدى الحقيقة للمعلمين. هل كون الإضراب أوقف الإضراب دون تحقيق شيء عبارة عن تفاهمات سرب بعضها اليوم، ها هي أمامي نتحدث عنها. ولكن الآن يأتي دور الحديث بجدية، الآن يأتي دور المحاسبة. نحن التزمنا بقرار النقابة وتعرضنا لحملة شرسة وتشويهية للمعلم جراء هذا الالتزام بقرار الإضراب، أو بمعنى أضعنا الهيبة المعلم التي جاءت بحراك المعلمين في 2010 ضاعت. نحن نمارس، ونحن مؤسسة كبيرة، نقابة المعلمين. هذه المؤسسة لها برلمانها، الهيئة المركزية، تعرض عليه كل التشريعات المقترحة سواء من مجلس النقابة سواء من الزملاء في الهيئة المركزية، ثم نعم. هذه الهيئة تناقش ثم طيب. تقرر ما تراه مناسبا بهذا الخصوص. نعم طيب، هناك 144 قوائم. يلا تفضل يا سيدي. 144 قوائم. طيب انا اكمل ضايل. اكمل يا ابو صدق. 70 اكمل يا سيدي. 170 يا وينهم 170؟ يعني عن الاغلبيه، على الفردي، على الفردي يا ابو صدق، على الكل 170. انا بحكي عندي 200، انا عندي 314 منهم 144. انا عندي 314. قدين نصهم يا سيدي؟ انا ما بدي في نصهم استاذ محمد. اعطيك الاحصائيه 144، نجع 20 على اذا بتنجع 20 على الفردي اذا انت سيطرت. التضامن تبدا حمله وتحالف مدني اردني من أجل كسب التأييد لإلغاء المادة 308. يعني ما الجديد الذي يجعل الطرح يتجدد اليوم بهذا الزخم، ولماذا بهذا التوقيت؟ تعلم بأن هناك مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، صح، وأن هذه القضية بالتحديد كانت مطروحة على اللجنة التي قامت بمراجعة هذا المشروع، وتوصلت اللجنة إلى بعض المقترحات نحن نرى أنها غير كافية. يعني هناك تباين في وجهات النظر بين المجتمع المدني وبين ما توصلت إليه اللجنة. يعني من الآراء اللي أنا سمعتها النقيضة لإلغاء هذه المادة أنه يعني إذا بالفعل اتفق على أن يعني حتى يضعوا أهليهم تحت سياسة أمن الواقع بيروحوا بيفعلوا فعلتهم وحطوا أهليهم تحت أمن الواقع. فالآن أنت بضمن إذا جيت طبقت هذا القانون، هذا القانون أولا، ولهذا بعتقد أن هناك في طريق إلينا أنه إذا كان فوق السن 17 ويعفى إذا كان برضاهم. يعني إذا هو فيش جريمة بالرضا، إذا كان برضا الجاني والمجنى عليها، إذا كانوا برضاهم بوفق هذه الجريمة ساعتها بتصير زنا. فخلنا نطبق الزنا إذا كان برضاهم، إذا كان برضاهم تطبق هذه المادة 308. أستاذ رومان أبدأ منك، حقيقة ما الذي يحدث اليوم داخل الحركة الإسلامية في الأردن؟ يعني ما يحدث اليوم داخل الحركة الإسلامية في الأردن يظهر حجم أزمة هذه الحركة، ويبدو أن الربيع العربي قد وصلها متأخرا. هناك كثير من آليات التعاطي السابقة مع القضايا الداخلية داخل الحركة الإسلامية كانت تتم بصورة يتم فيها تغييب الرأي العام، يتم فيها عدم شفافية، يتم فيها كولسات، ونتج عن ذلك عبر يعني أزمان متتالية نتج عنها وجود لوبيات داخل هذه الجماعة وتيارات بدت وكأنها بداية هي تيارات ضرورية لحركة الجماعة، ثم أصبحت تيارات تعمل كل تيار لمصلحته الخاصة، وموجودين هم في بوتقة دون أن يكونوا ينتموا فعلا لنفس الفضاء الفكري والأيديولوجي تماما بهذا الاتجاه. وما يجري من شوائب يعني أدى إلى يعني منطق من يعني بعض الأشياء اللي ما لها علاقة بطبيعة الأشياء العربية الإسلامية والمسيحية. في هذا السياق أيضا يعني أنا ما في أزمة عند الإخوان المسلمين يعني على الإطلاق. يعني هناك من يتحركش بالإخوان المسلمين،
حركة الإخوان المسلمين وعلى وجه التحديد في الأردن تاريخيا حركة راشدة سلسة، الناس بتحبها وبحبوا الناس ويتعايشون مع بعض ويتعاملون مع بعض، يعني بالمعنيين السياسي والاجتماعي. يعني أهمية مثل هذه الدراسات ومدى صدقيتها في ظل الواقع اللي احنا نسمع فيه كل يوم في جزء أو مفاجأة جديدة من ملف ذوي الإعاقة. يا سيدي، بداية كل التحية والاعتزاز إلى قناة رؤيا اللي احنا نحترمها دائما ومنقدرها على تناولها مثل هذه المواضيع اللي بتتناول صلب المجتمع الأردني، وخاصة أن قضية الإعاقة هي قضية وطنية، قضية عربية وقضية دولية. نبض البلد يجدد معكم لعام سادس، أملا بأن يرقى إلى حجم تطلعاتكم وطموحاتكم وثقتكم. بالتأكيد دكتور، هو عام سادس، عام مليء بالتحديات، نأمل أن نكون دائما على قدر هذا التحدي، وكما عودناكم دائما رؤية كما عهدتموها، ونحن كذلك كنا ولا نزال وسنبقى دائما معكم، منكم وإليكم، ورؤيتنا أردنية. تصبحون على خير. تصبحون على خير.